بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولله الحمد والفضل والمنة لله سبحانه وتعالى، وكل نفس ذائقة الموت. أمس رحل أمير الإنسانية، رحل صباح الخير ورحمة الله عليه، والله يدخل بواسع رحمته. وعاد أمس في الطيارة، اللي جاب الطيارة أمس ما هو كفن، لا والله وطن. تبصروا فيما يحدث غير بعيد عنا، ولنحمد الله على ما أسبق علينا من نعم الأمن والأمان والاستقرار والسلام والطمأنينة والهدوء والرفاه والعيش الكريم، ولندعوه جل سترته أن يحفظ الكويت لعهدها دار أمن وأمان، ويحميها وأهلها من كل مكروه. أنا ماني عارف يعني شلون أبدأ عشان أتكلم على أبونا، على أبوي، يعني صباح الخير صباح الأحمد. لما أقول أبوي يعني أستشعرها من داخل صدري أن فعلا أبوي كرس حياته من بداية عمره، من صغره بداية عمره حتى آخر نفس من أنفاسه بخدمة الكويت، يعني عمره كله كرسه في خدمة الكويت. لو بتكلم عن الأمور السياسية وبداية السياسية يمكن راح أقعد شهر 24 ساعة باليوم وأنا ما خلصت، لكن خل نبدأ يعني نقول من إنسان بسيط نفسي، مواطن كويتي بسيط نفسي، عفوي زين حق يعني بعض الأمور يعني اللي سواها نذكرها. من بداية توليها الحكم واستلم أمير الكويت، عاصرت يعني الشيء هذا، رواتب الكويتيين كلها صارت دبل، اللي ما عنده شغل بدل بطالة، اللي ما اشتغل في بدل عمالة، يعني يقدر يشتغل بدل عمالة، ما عندك فلوس نعطيك فلوس. خلنا نذكر بعض الأمور، المنحة 1000 دينار، التمويل لمدة سنة مجانا، في أمور كثيرة 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 مو ساعتني الذاكرة. شوف أخوانا يعني مو عارف يعني أقدر أعبر يعني أو أنسق الأمور هذه، ولكن خلنا نشوف في آخر أيام عمره، آخر الأربع شهور هذه، هالإنسان العظيم والعظيم الله البسيط داخليا والقلب الرحوم أمير الإنسانية. وليش سموه بعيد أمير الإنسانية راح تشوفون. خلنا الأربع شهور شنو سوى. أول ما صارت أزمة كورونا سكرت الكويت، كنت أنا في لندن، فصارت أزمة كورونا وتسكر المطار، وأنا صراحة خفت هناك بلندن، فعلا خفت يعني صار فيني قلق قوي وخفت، لكن يعني كوني إعلامي وكانت الأنظار علي، أنا بلندن من الكويت كانت الأنظار علي، كنت لازم أني أرفع من المعنويات ويعني وأقول كلام طيب وكلام حلو. رئيس الدولة اللي أنا فيها لندن يقول الشعبة ستفقدون الكثير من أحبابكم، قلبي طاح ببطني. لكن شنو اللي قال؟ شنو قال صاحب السمو صباح الخير؟ شنو قال؟ إن قلقكم يتعبني ويؤلمني، فكيف أرتاح إذا لم تكونوا مرتاحين؟ وكيف يهدأ لي بال إذا كنتم قلقين؟ أريدكم أن تطمئنوا ولا تقلقوا، فلن نسمح بالمساس بكويتنا الغالية، وإن غدا بإذن الله سيكون أفضل من يومنا، فالكويت ولله الحمد بخير ونعمة، وستظل بعون الله في أمن وأمان، تحرسها عناية المولى الكريم وسواعد أبنائها ووحدة أهلها، وتساندها قوى الخير والحق والعدل في العالم، وخيراتها التي تنفع الناس. صباح الخير، حرك الطيارات، الأسطول الكويتي وأجروا طيارات. إيش قال؟ جيبوا عيالي من جميع أنحاء العالم، كل عيالي جيبوهم للكويت ومجاناً بحفظ الله ورعايته وبكرامه ورافعين رؤوسهم. طلع لكم لقطه بس يعني من ذكرياتي خلال اربع شهور اللي عاشها صاحب السمو
لقطات بس. الكويت دولة ما تنحني لها، فيها رجال تحبها. ترى أنا يعني لما أتكلم عن أبوي صباح الخير صباح الأحمد أميرنا أمير الإنسانية، أنا أتكلم ترى عن آخر 3 شهور أو 4 شهور من آخر أنفاسه. يعني شنو سوى ترى بس عن 4 شهور؟ شنو سوى آخر أنفاسه؟ شنو سوى فيها؟ جابونا بالطيارات، سكنونا بأفضل الفنادق وأفضل المنتجعات، ماكل شارب، الشرطة بخدمتك والشعب والناس بخدمتك والوزارات بخدمتك وكل شيء بخدمتك يلي أنت جاي، عياله شلون يخدمهم؟ شوف شنو سوى، وين سكنوا عياله يومون جابهم من برا. شوفوا شنو أميرها، شوف أميرها شنو سوى برعايا بشعبه بعياله. شوفوا يا ولك الحمد، حنا ثلاثة شوف معطينا إن شاء الله هذا المحزر. الله يعزك يا أمير، الله يعزكم يا حكومتنا، الله يعزكم يا شعب الكويت. في أمير كذي يعز شعبه والله، ولله الحمد حنا بالكويت بنعمة وبخير، بنعمة فضيلة حاكم يشوف شعبه، يشوف عياله، وحكومة مترابطة وشعب مترابط والله العظيم. في مثلك الكويت كل طيارة جت يعني من جميع أنحاء العالم، كل طيارة جت تقريبا الطيارة فل، في مواطن كويتي واحد بروحه بسنغال، بروحه بسنغال ها، راح الطيارة جابته وردت للكويت بروحه ها، بروحه طيارة كاملة راحت جابته بروحه بالسنغال. شوف الفيديو. الله يعزك، الله يعزك، الله يرحمك ويجعلك للجنة. السلام عليكم، معكم بدر الشعيب، جاي من السنغال، المواطن الوحيد اللي كنت في السنغال، والحمد لله يعطيهم العافية حكومة الكويت مطاشة طيارة عشان تاخذني من السنغال ونرد الكويت. والاجراءات يعني من بدايه لين الحين وصلت هني كلها سهالات واجراءات سهله. يعني انا لو بيوم عادي اجي الكويت يمكن اطول اكثر من ما انا طولت وانا الحين في هالاجراءات، من كثر ما خلصت ب5 دقائق. الموضوع كان وايد سهل. وشوف الترابط بين حكام الكويت وشعب الكويت، وكل بونا جماعه. خلنا نشوف يعني الفيديو هذا يوم كنا بالحجر المؤسسي بمنتجع 5 ستار 5 نجوم. شوف منو اللي يقدم لنا خدمات بالإضافة إلى جميع المتطوعين. خلنا نشوف الفيديو هذا. ممكن أعرف اسمك؟ عبيد. عبيد صباح ونعم. أنت محمد الخالد وزير الداخلية السابق، الله يعطيك العافية. زين أنت تجين هنا الصبح وتشتغلين مع الهلال الأحمر وتروحين، ما تخافي من الكورونا؟ لا والله، هي بيض وجهك. بعرف الاخت ونعم بارك الله فيك وبيض الله وجهك. وعليكم السلام. لحظة يا مرحبا يا هلا، والله عاد كنت ادورك، انت الجوهرة صح؟ الله يعطيك العافية. أبوك الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونعم التربية. هذا آخر 3 شهور يعني من حياته. طيب الحين جاب المواطنين، سكرت الكويت. طبعا الكويت ما هي منتجة للغذاء، مستوردة للغذاء. الكويتيين يجوعون؟ لا والله ما يجوعون. كلمني تاجر كويتي من تجارة الأغذية، تاجر كبير،
قال يا ابو سعد، قالنا صاحب السمو رحمه الله عليه، قالنا صاحب السمو، شوفوا جميع الباخرات وجميع الطائرات كلها مجانا تحت امركم تنقل الاغذيه اللي انتم تستوردونها من جميع انحاء العالم، وكل الاغذيه اللي انتم تجيبونها مدفوع ثمنها 6 شهور قدام، ما بي الكويتي ينقص صنف واحد من الغذاء. الله يرحمك يا صباح الخير، الله يرحمك. طيب الحين بعد رحيل ابونا رحمه الله عليه، الله يسكنه فسيح جناته، نقدم تعازينا لأسرة آل صباح. أسرة آل صباح تقدم تعازيهم لنا حنا يا شعب؟ لا، حنا وآل الصباح نقدم تعازينا للدول الفقيرة، للدول المتضررة، للدول اللي دائما يساعدهم صاحب السمو رحمة الله عليه، اللي دائما يقدم يد العون، اللي ما يشارك بالحروب أبدا، ما يشارك بالحروب لا. وين الدول المحتاجة فيها كوارث طبيعية، فيها كوارث حروب، يجي الأمور إنسانية ويقدم لهم المساعدات ويد العون. نقدم تعازينا لهم الفقيدهم أمير الكويت، احنا نقدم تعازينا لهم، نقدم تعازينا للدول العالم اللي كانت بتصير فيها حروب وتصير فيها مشاكل، كان يتوسط ويمنع هذه الحروب من بعض الدول، يحل مشاكل ما بين دول، يحل مشاكل ما بين حتى قبائل، يحل مشاكل بجميع أنحاء العالم. نقدم تعازينا لهم، تعازينا قد استلم. آخر قراراته إعفاء المواطنين في أزمة كورونا، إعفاء المواطنين من الأقساط لمدة 6 شهور. يدري إن المواطنين حجر وغيره 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 ويتعبون، قال 6 شهور ما تدفعون أقساط. شو نقول؟ اللي ما في خير لهله ما في خير للناس. صاحب السمو رحمة الله عليه في خير لهله وفي خير للناس، هذه آخر قراراته قبل الله يتوفى، خير على خير. ونقولكم يعني بعض معاثره يعني طيبه، شوفوا الرحم اللي بقلبه، هو رحمه الله عليه يحب احفاده يحبهم، يموت عليهم احفاده، ياخذهم من كل مكان. رئيس دوله يروح المؤتمرات كبيره، الدول كبيره يعني، ومؤتمرات وشغل، من ياخذ معاه احفاده، استانس معاهم ويحبهم بالطياره، لا جو هناك خلص المؤتمر جاء وحضنهم ويحبهم، ياخذهم معاه بكل دوله وكل مؤتمر. شوف القلب الرحوم شلون. وبقولكم يعني عليه الله يرحمه، شدنا في قيد العالم، ما هو في قيد بس الكويت والامه العربيه، شدنا في قيد العالم. شوف يعني بساطه، ترى داخليا في بساطه، رغم ان عظمته السياسيه والكبيره والعظيم الله، داخليته بساطه. يعني كان قبل احداث الصومال كان يروح للصومال في مزرعته هناك بالصومال، وكان شي يسوي بدون حمايه، بدون شيء، فنيله عاديه، وصار ويروح بالسوق بين الصوماليين بدون حمايه، ويروح يستانس ويشوف الاسواق ويشتري منها وياكل من مطاعمها، وهذا دليل على بساطته الداخلية، من داخل إنسان بسيط. وهل تعلم من السبعينات، شوف من أيام السبعينات كان رحمة الله عليه في ناس يعرفهم من رجال ونساء، يمشي لهم شهريا 100 دينار، كان أيام السبعينات 100 دينار شنو؟ كانها 1000 دينار، يمشي لهم 100 دينار لغاية ما توفوا. اليوم هذا لغاية ما توفوا، كانت 100 دينار بذاك الوقت كم؟ كأنها 1000 دينار. وكل سنة يتصل عليهم، يتصل، ها شلونكم طيبين، طيب الحمد لله بخير، يدق عليهم واحد واحد من النساء والرجال. هذه الشغلة أنا أشهدها، وانت واضعة بعد رحمة الله عليه. ترى أنا كلامي هذا كله نقطة بحر من اللي قاعد يسوي، بس قاعد أختصرها. في قرية بعمان أعتقد اسمها شويمية، القرية هذه دائما تقريبا كل سنة يجيها صاحب السمو رحمة الله عليه، ما يجيها ببروتوكول أميري ولا يجيها موكب، كان يجيها ببساطة،
جدا، وكان يقعد مع أهلها ببساطة جدا، يقعد معهم كان أخوهم واحد من عيالهم، كان أبوهم، وكان يحدق هناك بكل يعني بكل يعني بساطة جدا. وأنا أقول لها هذه الغرية ولها العمان يعني كافة، عظم الله يجركم فقيدكم، فقيدكم الله يرحمه شيخ صباح الأحمد ما راح يجيكم. السبب ما هي مشاغل، ما هي مشاغل، اللي حد بينه وبينكم الموت، والموت حق. وأقولكم وأقدم تعازينا لكم وعظم الله أجركم وفقيدكم. وأقول للعالم كافة، هذول حكام الكويت وهذا شعب الكويت، لسنا أفضل الشعوب ولسنا أفضل الحكام، لكن ما في مثلنا حكام وما في مثلنا شعب. وأعمال الخير والأعمال الإنسانية اللي تشوفونها تقتصر على حاكم واحد من الصباح؟ لا والله، كل حاكم يجي معاه خير وقدامها الخير، كل حاكم يجي من حكام الكويت يتعلم من الحاكم اللي قبله ويحاول يصير أفضل زيادة منه بالخير. هذه نعمة من رب العالمين بحكامنا آل الصباح، ويا الله دمها نعمة ولا تغير علينا. أبونا رحمة الله عليه رحل، توفى، كفى ووفى وزيادة وزيادة، الحين بقبره رحمة الله عليه، ما يبي منكم شيء، يبي منكم الدعاء، الدعاء من القلب تدعون له، الدعاء وصدقة، حتى لو تصدق يعني 100 فلس حق واحد مسكين وفقير تقول أجرها صاحب السمو، يسألكم الدعاء في قبره، لا تقصرون عليه، ما قصر فينا صاحب السمو، يسألكم الدعاء فقط. راح اللي بيجمع الشمل، راح اللي بيجمع شمل الخليج ويجمع عيالنا في حضننا، راح راح يا يما يا عليك يا أبو الإنسانية يا أبو المحبة والمودة يا أبو يمعة الشمل، هيا عليك يا أبو يمعة الشمال ويمعة العرب والمسلمين يا أبو، الله يرحمه ويغفر له ويحلله. تبصروا فيما يحدث غير بعيد عنا، ولنحمد الله على ما أسبق علينا من نعم الأمن والأمن والاستقرار والسلام والطمأنينة والهدوء والرفاء والعيش الكريم، ولندعوه جلت قدرته أن يحفظ الكويت لعهدها دار أمن وأمان ويحميها وأهلها من كل مكروه. الله يجزاك خير يا رب، يا مرحبا بأهل عمان كلهم، يا مرحبا مطلع مساعد، الله يسلمك ويجزاك خير على الاتصال الطيب هذا. آمين إن شاء الله، منك إن شاء الله، حن من متابعين كلهم، من أخواني، من أخواني مو متابعيني، من أخواني أتابع في السناب والإنستغرام ويوتيوب. الله يجزاك خير يا رب ويبقيك وعلى راسي هالكويت، الله يسلمك يا رب، على راسنا انتم هل الكويت، وانتم على راسنا هل عمان، ما بتقصر ان شاء الله، خاطرك شيء عليك في حي ولا شيء تقرب لك شيء مني من عمان ولا شيء ابد، ومشكور على التعزيه الطيبه هذه. امين ان شاء الله، والله تمام تمام الكريم، الله يجزاك خير يا رب، يا مرحبا. السلام عليكم. هذا قبر رحمة الله عليه شيخ صباح الأحمد، روحنا ندعي له بإذن الله.
هذا القبر هذا كله، هذا قبره الطاهر الله يرحمه ويغفر له يا رب، اللهم افسع قبره، اللهم اجعل قبره روضة روضة رياض الفردوس يا رب، اللهم اغفر له وارحمه. هذا اخوه قبر شيخ سعد العبد الله سالم الصباح رحمة الله عليه، الله يغفر له. هذا قبر شيخ اخوه شيخ جابر الاحمد جابر الصباح، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب جميعا. يا الله يا كريم يا غفار يا رحيم، هؤلاء عبادك تحت رحمتك يا الله، فتجاوز عن عذابهم يا رب، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا الله يا رب، اغفر لهم وارحمهم، لا حول ولا قوة إلا بك يا الله، تحت رحمتك كلنا تحت رحمتك يا رب، فاغفر لنا وللمسلمين أجمعين. يعطيك العافية. أثر خبت وفاة الأمير صباح رحمة الله عليه، وماذا تقول الأمير نواف الله يطول بعمره؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وكل نفس إن ذاقت الموت أثر كبير علينا، وليس علينا حنا فقط الكويتيين، إنما على يعني وقع على العالم العربي والعالم الإسلامي وكافة دول العالم. فعلا أثر وفاة ورحيل سيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. نقول خير خلف لخير سلف صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، وكل شيخ يجي ما يقصر بشعبه ولا يقصر بوطنه ولا يقصر بالعالم كافر. يعطيك العافية. الله يعافيك. شوف للي مثل هذولا يحقلهم الصدقة، عرفت؟ تقدر تصدق وتقول أجرها إن شاء الله وثوابها لأمير الكويت وللمسلمين كافة، توصل وربك كريم. شنو تقول أنت؟ أنا في دعاء بابا شيخ صباح العالم اللي هو دنر. أنت في دعاء حق شيخ صباح؟ أيوة أنا في سينيل. سينيل بابا هو كانون في زين الحمد لله. الحمد لله. أمس أنا رجليك. ليش تبكي؟ ليش كي هذا في ذاك القانون هو بسيط. مية مية بابا مية مية بابا. يعني هذا الشيخ صباح داخل قانون الكويت هذا زين. زين بابا بابا زين بابا ايه؟ بابا عارا عارا نور بابا. الله رب العالمين. ايه؟ شكرا بابا. ايه؟ زين بابا. زين. شلون جين باجد؟ جين بابا الله جين بابا جين بابا. زين والله الحمد لله زين. الله مزيد. الحمد لله. ربنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. بابا عانا بابا زنت. جوال جوال بابا قلي. شيخ صباح قال لي شيخ صباح يعني انت يجي عشان قبر شيخ صباح؟ شيخ صباح انت تحبه؟ احبك انا احبك انا امس سالت لك هو كان زين الحمد لله انا في شنبتك سوى الله هو في زنتك بابا فلوس الحمد لله.